وافق مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم على مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2017، وحدد المشروع القطاعات المشمولة فيه والتي تشمل الصحة العامة وسلامة الغذاء والدواء وحقوق العمال والبيئة والتراخيص المهني، بالإضافة إلى قطاعات السلامة والصحة المهنية ومسح الأسواق والمنتجات والسلامة المرتبطة بالحريق. ويعمل المشروع على توحيد مرجعية التفتيش والحد من التدخل والازدواجية في صلاحيات مهام الجهات الرسمية وضمان فعالية وكفاءة التفتيش، بالإضافة إلى الحد من الكلف المالية غير المبررة التي تترتب على المنشآت الاقتصادية.